خلطة الكفتة الأساسية اللي هنعملها مقاديرها كالتالي: 2 كيلو من اللحمة المفرومة، أنا عاملة مقدار يكفي الحلقة كلها، فكل وصفة هتاخد مني نص كيلو، يبقى أنا محتاجة 2 كيلو. مجهزة 3 أرباع الكمية وسايبة ربع بس هو اللي نشتغله مع بعض، يعني نص كيلو. 2 كيلو من اللحمة المفرومة وأربع بصلات مفرومين ناعم، كوبايتين من البقدونس المفروم، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ونص وأسفة زيت نباتي، بهارات لحمة كميتها على حسب رغبتكم، ملح وفلفل اسود. ودي كل المقادير اللي هنحتاجها للكفته. كفته بسيطه جدا، ما فيش فيها اي كلكعه ولا اي افتكاسات، نظرا لان احنا عايزين نخليها اساس لحاجات كتيره، فمش عايزين نديها طعم معين او نكهه معينه، لا عايزين نخليها كده ايه، حياديه. فيلا بينا نبدا نشتغل في الكفته. لحمه مفرومه طبعا، الكفته عشان تديكوا نتيجه لطيفه يا ريت اللحمه المفرومه تكون نسبه الدهون فيها حوالي 20%، تديكوا كفته كده ظريفه وجوسي، مش ناشفه ولا مفتله ولا اي حاجه. ادي اللحمه، حطينا البصل، حطينا الثوم، البقدونس، بهارات اللحمه كميتها بقى على حسب ذوقنا، يعني ما تزودوش قوي ولا تقللوا قوي، لان مش عايزين نحس ان ملهاش طعم، بس في نفس الوقت مش عايزين نحس ان احنا ضايقين بهارات، بس احنا برضو عايزين ندوق طعم اللحمه. فلفل اسود وملح، ادي الفلفل الاسود وادي الملح وشويه زيت بس كده. هنبدا نخلط الكفته دي بايدينا نعجنها. الكفته جهزت، عجنتها بايدي، طبعا الموضوع ما بياخدش حاجه، مش عايزين عجن مبالغ فيه، لان احنا في الاول وفي الاخر عايزين نحس بنسيج اللحمه برضو. عايزين الكفته تتماسك وكل حاجه، بس انا شخصيا عايزه مع الكفته المتماسكه دي ابقى حاسه بنسيج اللحمه. احنا شغالين بقى الاسبوع ده كل شغلنا فريزر، مش هنسوي حاجه تقريبا، هنتعلم ازاي نشيل في الفريزر. فانا هجهز هنا الاطباق بتاعتي، طبق اهو ومعايا كيس تلاجة ومقص. هفتح كيس التلاجة، يعني المقص حامي قوي، مش قادرة اقول لكم، مش قادر يقص كيس بلاستيك، فحاجة حاجة عظيمة. لا بنقصك خالص. يلا بس فتحنا الكيس، هحطه كده على الطبق الفلين، وهبدا اشكل في الكفته بتاعتي بالشكل اللي انا عايزاه. عايزاها اقراص، عايزاها كور، عايزاها صوابع، عايزاها عجينه ما تتشكلش خالص ولا شكلها بعد كده، كل ده ممكن ويجوز. انا هعمل كده كور متوسطه الحجم، وطبعا الكفته دي مده صلاحيتها في الفريزر 3 شهور. 3 شهور تفضل معايا زي الفل، مفيش اي مشكله. طبعا ده بشرط ان هي ما تفكتش وتجمدت تاني. 3 شهور مجمده المره اللي هنفكها فيها لازم نسويها فيها. اللحوم عموما ما بنفكهاش ونجمدها في الفريزر ما دام نيه، ولكن الحاجات المستويه ممكن ما فيش مشكله، ولكن النيه لا، هي مره واحده وخلاص.